بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اليوم نديرو فيديو جديد. نتمنى الفيديو يلقاكم بخير وعلى خير، نشوفو العائله ديالكم. وكان بهذه المناسبه بغيت نترحم على شهداء نيوزيلندا. هذه مساله اللي اثرت فينا كاملين كمسلمين. يا ربي ترحمهم وترزق الاهالي ديالهم وداويهم السلوان، الصبر والسلوان. وكذلك بغيت نشكر اي وحده واي واحد شارك معايا في القناه ديالي وتفاعل معايا فيها. شكرا من شكرا جزيلا، وكنرحب بكم. كنتمنى دوام التواصل بيناتنا ان شاء الله، ويا ربي هذه القناه تكون كتفيدكم، لان هذا هو المبدا ديالها، انها تعطي الفائده للناس. شكرا. بسم الله على بركه الله. غادي نبداو كما كتشوفوا قدامي هذا النهار. الا راكم عييتوا بالشراء ديال هذا الخيط ديال التليفون، هذا لي شارجور، ماشي هذا الراس اللي كيقهرنا، هذا التحتاني، هذا لانه ملي كيتقطع لينا من هنا وكيخسر من هنا، لان الدراري كيبقاو يديروه، هما ناعسين في الناموسيه وهما كيتلوى وداكشي، وهذا الخيط كيبقى يتقطع من هنا. الوغ انايا راني درت هاد الطريقه باش كنحافظ عليهم، كنحافظ عليه. هاد راه ديال اس 5، هادي 4 سنين هو عندي، ما شريتوش قديم. انايا ما بقيتش كنستعملو، ولكن راه مازال خدام، لان شوف حتى الخيط ديالو كيفاش ولا. هذا راه مصاوب بالصوفه ماشي بالكوردون، بالصوفه. كيفاش كنخدمو كنبقى نخدم وكنبقى نزير، باش من هنا كيكون كيتحافظ، كيتبروتيجا من هنا وكيتبروتيجا من هنا. وكنديرو، المهم هو تيعطي فكره. واصلا الا كانوا كنتو مثلا حنايا كنمشيو للدار، خواتاتي ولادهم داكشي كيتلاقاو، شارجيرات هاد الخيوط، هادشي راه كيبقى يتلف. اللي ما عنده خسار يهز لك ديالك وداكشي، ما عارفين الدراري اش كيديروا خدام. الوغ ملي كديرو نتا بهاد اليد شحال كيقدر يهزو ديالك، معروف باين راه ساهله. وحتى اللي ما كيديرش الكروشيه راه ساهله، كاين بزاف تاع الطرق ماشي هي الطريقه. ولكن انا اليوم هذا ديالي، هذا دابا هذا حاليا صبته بالكوردون، هذا مازال كنستعملو. اذا ها هو، يا هذا تا هو درت ليه هكا، تهنيت صافي. دابا ملي كديرو في شارجها، واخا حنا كبار راه حتى حنا تيتخسر من هنايا. ماشي مرات كديرو كتشارجو كتكون تستعمل او ميم طون تيليفون، واخا هي ماشي مساله ماشي مزيانه، ولكن حنا كنديروها. اذا على بركه الله غادي نبداو كيفاش كنديرو ليه. انا غادي ناخذ الكوردون، هذا الكوردون هذا المهم هو كان كيدير شي 6 دراهم، ولكن دابا راه يمكن كثر شي شويه، شي 7 دراهم كتبع الكبه، اكثر شي 8 دراهم واقيلا ولا شي حاجه، كعرف حنايا غير الحاجه تقله اللي كيبقاو يزيدوا في الثمن. اذا ها هي هذا الكوردون، هذه كنشريه خيط رقيق، شتي قداش راه رقيق شي شويه، هو شي شويه غياخذ لكم الوقت الصبر، ولكن النتيجه ديالو زعما كتهنيك المود. ما تبقاش كل مره، هذا حنا كنمشيو كنشريو كل مره كنمشيو نشريو ب 70 درهم، باش ما تشريش هذاك ديال 15 درهم كيحرق الدور، راك عارفين كيطرطقوا داكشي، كتشري شي حاجه دوغيجين. الوغ هذا في مرجان يمكن كيدير شي 69 درهم ولا شي حاجه، كل مره راه كتستعملو غير شويه مع هذا الشيء، راه غير الميكا وداكشي راه دغيا كيتقطع. دونك هاد الطريقه كتحافظ عليه شي شويه، كيبقى بعدا مده. انا بعدا راه شي 4 سنين هذاك الاخر عندي. الوغ كنجيو كما دائما كنبداو كنديرو العقده، لا شي خدام عندنا. ها هي غادي نجيو كما كنديرو دائما، كنديرو الدائره، كنديرو هكا يا الخيط، ونخشيو من التحت هكا. هاد الخويط هذا ها هو عندي هنا، ولا اللي خارج منه هذا الراس، وكنجي كنخشي البره ديالي هنا. ها هي هي باش ندير هاد العقده، ها انا درتها. اذا ملي غندير هاد العقده غنجيب هاد الخيط ديالي ديال. اذا شنو غادي نديرو دابا، حنا درنا هذيك العقده ديالنا، ها هي عندنا. ها هي هذيك العقده ديالنا، غنخشي فيها الكروشي ونجيب الخيط بحال هكا. هاد الخيط القصير نجيب الخيط بحال هكا، ها هي عندي في يدي، هاتي هكا هي عندي في الكروشي. غنشد هاد الخيط القصير، خصو نديرو مع الخيط هكا باش نمشي غادي ندفنو مع هذا. وهذا الكبير
غنخشي نجيبو من هنا، نجيبو من هنا واش شي صبعي، وغادا نمشي ونجيب عقده وندير هكا. دابا غندير بحال غرز الحشو، غير غرز هنايا كنجيب هذا وندير هكا. نجي هنا كنمشي كندير الكروشي، ها هو الخيط اللي جا من الكبه، ها هو انا كنخشي الكروشي من التحت وكنمشي نجيب الخيط نجيبو ونجرو هكا ونخرج غرزة الحشو كنديرو صافي. ها كنبقى غادا بها هكا كلو الخيط. تقدرو ديروها بالصوفة، بالصوفة حتى هي كبات الصوفة الرقيقة، غير شوية كتشنتف هاد الكوردون، وخا هو رقيق كيبقى مزيان. خاصكم ماشي تزيرو بزاف، خاصكم شوية باش تقدرو تدفعوه. هذا دابا ملي غتخدمي خاصك تدفعيه على الراس هكايا باش هنا يتزير هكا، باش يبقى يشد لك. حنايا الهدف عندنا هذا الراس ما يبقاش يتقطع لنا فيه الخيوط الدخلانيين. دابا تيتقطع من الداخل وحنا ما تنشوفوش، مش مرة تيتقطع من برا من الداخل. يا غرز الحشو غتمشيو مع هذا الخيط كامل، ومرة مرة تبقاو تدفعو هكا باش كيتزير. هذا الراس الصغير، هذا الخيط الصغير، ها انا غادا بيه دابا. هذا الخيط الصغير راني غادا بيه هكا مع هذاك باش كيتدخل، ما نقطعوش، خصني ندخلو لداخل بلا ما نقطع. ونبقاو غاديين بحال هكا، انا غادي نشرحها عاوتاني. هاي الخيط اللي جاي من الكبه، ها هو هاي الكبه، هذا الخيط اللي جاي منها، هذا ما نشوفوش ما نديوهاش فيه هكا. غادي نشد الكروشيه ديالي نخشيه لتحت ونمشي نجيب الخيط، كنجيب الخيط اللي جاي من الكبه، ها انا جبته، هو عندي دابا جوج، وغادا نخشي نلوي الخيط عاوتاني ونخرجهم بجوج. ها كنخشي الكروشيه نمشي نجيب الخيط اللي جاي من الكبه، ها هو، وندير بحال هكا. هما ولاو عندي جوج في الفوق الكروشيه، كنخرجهم بجوج. غرزة الحشو هذه اللي تبع معايا الدور الاسره غادي يعرف لها، هي كتبروتيجي هاد. المهم هادي طريقه من الطرق باش كتبروتيجي وصافي. ومنها كيقول كتعلموا هذا ديالكم باش ما كياخذوش، باش ما كيبقاش يتالف. حتى الا كانوا عندك الدراري بزاف، كل واحد عنده الشارجور ديالو، واحد كيخسر ديالو كياخذ خوه ولا دختو، هكا ملي كديري لهم بحال هكا كيولي صعيب عليهم باش يبقاو يدابزوا عليه. صافي كتحاولوا باش هادي تجي هكايا، تجي مزوقه، وكتبقاو غاديين بحال هكايا. نبقاو غاديين حتى كنكملوا في الاخر. في الاخر ملي غنوصلوا لهنا، ملي غتوصلوا لهنا لهاد الجهه صافي، داك الساعات كتخلي غادي تحيدوا الكروشيه صافي، كتحبسوا، وداك الخيط اللي كيبقى كتشد بره وكتدخلوا لداخل. ما خصكش تقطعيها، كلا قطعتي غادي تسرب هاد الشيء. بعد ملي غادي توصل هكا نبقاو غاديين بحال هكا، كملوا انتم بنتوما هكايا ان شاء الله. منين غتوصلي للاخر غديري بحال هكا. ها هي انا شتي جريت العين، وغندير بحال هكا، غنخشي فيها هاد الكبه ولا داكشي اللي كنخدم به، ونجر عاد جري غادا صافي، غادا تعقد هكا. هانتي انا كنجر الخيط، ها هو كيتعقد صافي، غدار العقده. وما تقطعيش الخيط هنا، قطعيه كبير خشيه في البرا واجي ديريه صافي. كنا اللي نفرض انني وصلت للاخر صافي. ملي كتوصل للاخر كتقطعي الخيط بحال هكا، كتجيب البرا ديال التريكو، ها هي البرا ديال التريكو الا كنت كنخدمي بالصوفه ولا نسب الكوردون، ها هي كتجيبها بحال هكا كديري فيها. هذا اللي نفرض راه الاخير، راك وصلتي للراس الاخر. اذا انايا ها هو بحال هكا، دابا انا جمعت كلشي، جايه وحده على وحده لاصق هكا، وهذا الشيء مقاده. كنشد هكا البرا كتخشيها هكا هي لتحت، كتخشيها هكا باش دفني الخيط. صافي كتبقاي غدا بحال هكا حتى كتسالي الخيط كامل تقريبا. المهم تحسي بيه صافي، راه شد مزيان. Thank you.
صافي دابا راه دخل مزيان. ديك الساعه عاد شد هذا قطع صافي، كيبقى عندك بحال هكايا، كيبقى هذاك كيبقى الشارجور ديالك بحال هكا. ها هو مزيان، ها هو هذا مصوبه، انا هذا ديالي مصوبه مزيره بزاف، انا مصيرت بزاف باش ما يتقطعليش. شكرا، الى عجبتكم هذا الفيديو ديروا لي لايك لا فيديو، شاركوا معايا في القناه وبارطاجيوها. هذه راه فكره مزيانه. نتلاقاو في فيديو اخر على ان شاء الله. مع السلامه.